عبد الله من الإمارات سأل عن معنى الإحسان في قول الله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان إما أن يكون في عبادة الله أو أن يكون إلى عباد الله. والإحسان في عبادة الله لا أحسن تفسيرا من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام له في حديث جبريل الطويل، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، وكان قد أتى على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فقال أخبرني عن الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعبد الله كأنك تراه، يعني عبادة طلب وشوق، كأن الله أمامك تراه جل وعلا وتستحضر الهيبة وعظيم مقام المناجاة لله عز وجل، وتخشاه أن تقع في 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 معصية. فإن لم تصل إلى هذه الرتبة فإن لم تكن تراه، يعني لم تصل لهذه الرتبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني انتقل إلى الدرجة الثانية وهي درجة الهرب والخوف، أن تخاف من الله عز وجل وتستحضر أنه مطلع عليك مراقب لك. فمن كان يعبد الله عز وجل بهذا الوصف فإنه يكون محسنا في عبادته لربه عز وجل. وأما الإحسان إلى عباد الله عز وجل يكون بجميع مجالات الإحسان، الإحسان للناس عموما، والإحسان للضعفاء على وجه الخصوص كالأرملة واليتيم والمسكين ونحو ذلك، بل حتى الإحسان للحيوان، حتى الإحسان للحيوان كذلك، والمرأة البغية التي سقت كلبا غفر لها. فإذا كثر الإحسان من الإنسان في عبادة الله عز وجل وفي الإحسان إلى عباد الله سبحانه، يوصف هذا الشخص بأنه من المحسنين، يوصف بأنه من المحسنين. والناس تعرف يعني بفطرتها عندما يصفون هذا الإنسان يقول هذا إنسان محسن، إنسان عابد لله عز وجل ومحسن للناس، يحسن لجميع الشرائح، يحسن بالقول، يحسن بالفعل، يحسن بالمال، فيصفه الناس بأنه محسن لكثرة الإحسان منهم. بينما مثلا يقول فلان ليس محسنا، فلان إنسان جافي غليظ فظ، لا يرى، ينهر الفقير والمسكين، لا يساعد أحدا. فإذا الإحسان يعرف من عمل الإنسان وتصرفاته، فهو إحسان في عبادة الله عز وجل وإحسان إلى عباد الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى قريب من المحسنين ورحمته قريبة من المحسنين. نعم. إذن هي ليست محصورة على الدعاء، ليست محصورة على الدعاء، وإنما تشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. نعم.